جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوم الجمعة له أذان واحد بالنسبة لصلاة الجمعة أو أذانان؟ الأذان الواجب هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر، هذا هو الأذان الراتب لأنه لدخول الوقت، وهو أذان واجب على الكفاية، واجب على الكفاية كالأذان لسائر الصلوات، واجب على الكفاية. وهناك أذان يكون مقدما على الأذان المذكور، وهو ما يسمى بالأذان الأول يوم الجمعة، وهو مما سنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، من أجل أن يتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها ويتفرغوا من أشغالهم ويذهبوا لصلاة الجمعة، لأن الناس في عهده رضي الله عنه كثروا في المدينة وكثر اشتغالهم في الأسواق وفي غيرها من الأعمال، فرأى رضي الله عنه أن يؤذن في وقت مبكر من أجل أن يتنبهوا وأن يقبلوا على صلاة الجمعة، ومضى هذا سنة فيما بعده إلى يومنا هذا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فما فعله صار سنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بين الأذانين الأول والثاني فرصة ووقت حتى يكون للأذان الأول فائدة، وهو تنبيه الناس للحضور، أما أن يجمع في وقت واحد وليس بينهما إلا دقائق قليلة فهذا خلاف المطلوب، ويصبح الأذان الأول لا فائدة فيه. نعم.